هنبدأ السطر الجديد وهنبدأ بحشو في فراغ السلسلة زي ما احنا متعودين. تمام، حشو سلسلة حشو مرة تانية في نفس الفراغ. طيب هفوت حشوين وهعمل حشو فوق التالت. الاول سلسلة، معلش انا اسفة، سلسلة وبعدين بفوت حشوين وبعمل حشو فوق الحشو التالت. سلسلة هفوت المرة دي حشو واحد وهعمل حشو فوق الغرزة اللي بعد كده. طيب سلسلة حشو هكررها 6 مرات، دي 1 2 3 4 5 6. هلف على ابرتي 5 لفات، 1 2 3 4 5، وهاجي هنا، شايفين السطر ده، فوق تاني غرزة وهعمل عمود ب5 لفات، عمود ب5 لفات فوق تاني غرزة، تاني غرزة فاضية. تمام، انا عندي هنا 6 غرز متجاهلينهم، فعد 1 هي فوق البابل، رقم 2 هعمل عمود ب5 لفات. الف مرة تانية على ابرتي 7 لفات، 3 4 5 6 7، شايفين البريد ده، فوقه هعمل عمود ب7 لفات، عمود ب7 لفات. هسحب الخيط من خيطين خيطين 8 مرات. تمام، لف على ابرتي 4 لفات، 3 4، وهاجي هنا ما بين الكلاستر ده والنص عمود، وهعمل هنا في الجزء ده عمود ب4 لفات. ما بين الكلاستر والنص عمود، بدخل بإبرتي ما بين الكلاستر والنص عمود اللي هنا. تمام، طيب هرجع تاني لورا وبقي عندي هنا 5 غرز حشو، هعمل فوقيهم 5، انا اسفة، عندي هنا 5 غرز، هعمل فوقيهم 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. طيب المجموعة دي هنعمل فوقيها بريد حشو خلفي، نعد كده 1، هما المفروض 7، 2 3 4 5 6. طيب هلف على ابرتي لفتين وما بين النص عمود والكلاستر ده هعمل عمود بلفتين. لف على ابرتي 5 لفات، 3 4 5، وهاجي فوق الكلاستر ده، تمام، فوقه هعمل عمود ب5 لفات.
الف على ابرتي لفتين وما بين العمود بلفة والبلاستر هعمل عمود بلفتين. ارجع لورا وهعمل بريجة خلفي فوق التسع اعمدة اللي هنا. اكرر اللي انا عملته هنا مرة تانية هنا. تمام، هلف على ابرتي لفتين وما بين العمود بلفة والكلاستر هعمل عمود بلفتين. هلف على ابرتي خمس لفات، تلاتة اربعة خمسة، وفوق البريد ده هعمل عمود بخمس لفات. لف على ابرتي لفتين وما بين النص عمود والكلاستر او الكلاستر والنص عمود وهعمل عمود ب ثلاث لفات، عمود ب لفتين اسفه. فوق الاعمده هعمل بريد حشو خلفي. تمام، طيب هاجي هنا اكرر نفس اللي انا عملته هنا. الاول بعمل خمسة حشو، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. لف على ابرتي اربع لفات وهاجي هنا ما بين الكلاستر والنص عمود وهعمل عمود بأربع لفات. لف على ابرتي سبع لفات، اربعة خمسة ستة، متأكد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وفوق البريد ده هعمل عمود ب سبع لفات. الف على ابرتي خمس لفات، تلاتة اربعة خمسة، وهاجي تحت افوت حشوين وفوق التالت هعمل عمود ب خمسة، خمس لفات. تمام، اول غرزة بعد كده هعمل فيها حشو سلسلة وهكرر ده ست مرات. انا بفوت غرزة، انا اسفة لو كنت نسيت هنا ان انا اقول ان انا بفوت غرزة. تمام، حشو سلسلة بفوت غرزة وبعمل حشو في اللي بعدها، سلسلة افوت غرزة من تحت وحشو فوق اللي بعدها، سلسلة افوت غرزة من تحت وحشو في اللي بعدها، سلسلة افوت حشو افوت غرزة وحشو فوق اللي بعدها، سلسلة افوت غرزة وحشو فوق اللي بعدها.
سلسلة بفوت غرزة وحشو فوق اللي بعدها، تمام. اخر حاجة بفوت غرزتين، وفي الاول بعمل سلسلة وحشو في فراغ السلسلة، سلسلة حشو في نفس المكان، تمام. سلسلة هفوت حشوين وحشو فوق الغرزة رقم 3. في فراغ السلسلة هيبقى نفس التكرار بتاعنا، هنكرر الباترون بتاعنا لنهاية السطر ونرجع تاني. هي سهلة ما فيهاش حاجة، بس نعملها خطوة بخطوة وهتطلع مظبوطة معانا. أشوفكم في نهاية السطر، أشوفكم في السطر الجديد.